مساء الخير مشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في تغطية جديدة. احنا متواجدين النهاردة مع دنيا. طبعا ناس كتير قوي سمعت قصة دنيا، وطبعا إشاعات كاذبة، زوجها ضربها علشان التيك توك، عاملة تيك توك طبعا، ولم تعرفوا بأبليكيشن. فطبعا احنا معانا دنيا هتحكي لينا تفاصيل الواقعة كاملة. خلينا بس نرحب بدنيا الأول. ازيك يا دنيا، عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام يا رب دايما. احكي لنا يا دنيا ايه اللي حصل. هو اللي حصل استأذنك بس نعلي صوتنا شوية. اللي حصل المشاكل بدأ معايا من أواخر شهر 7، كان عندي تمكين بالشقة، فلما رجعنا من اسكندرية عمل مشاكل، ابتدت بقى المشاكل من أول 8 لحد وقتنا هذا. تكسير في الموتور، يفضل يشتم في الشارع، يبعت أقذر الألفاظ على التليفون، يجي هنا يفرج علينا الناس أكتر من مرة، يجي يكسر الموتور. وعملت محضر بده، آخر ما تعبت منه قدمت الورق بتاعه لقسم الشرطة اللي هنا. فقسم الشرطة طبعا راحوا عشان يقبضوا عليه وكده، عشان عليه أكتر من قضية. استأذنك نعلي صوتنا. قدمت ورق القواضي بتاعته لقسم الشرطة هنا، فقسم الشرطة نزل طبعا عشان يقبضوا عليه، عشان عليه أكتر من قواضي واخد عليها أحكام. قبل الواقعة بيوم الضابط كلمته، قلت له هو متواجد في المنطقة، عشان هو طبعا بيهرب خارج أرض اللواء، بيروح يقعد في أكتوبر طبعا، دايرة خارج بره دايرة أو غير دايرة، فما بيعرفوش يجيبوه. جه الضابط حاول يقبض عليه، صحابه هربوه منه، العصابة بتاعته. فيوميها المحكمة كلمتني عشان موضوع تكسير الموتور، نزل عشان موضوع تكسير الموتور بتاعنا، جه كسره أكتر من 5 6 مرات. ليه كل ده؟ ليه كل ده يا دنيا؟ أيمن هقولك ايه، هو من طبعه انا اتحايلت عليه يحذفهولي، هو طبعا مخرجني من شقتي بالبيجامه، اتحايلت عليه واقعد اعيط واخبط على الباب لحد ما حذف لي الاسدال. رجعت بيت والدي انا من ساعتها عنده، هو بيقول اللي هو بيجيب لي وبيجيب لي وبيجيب لي، اي من ابخل بني ادم ممكن تتصوريه في حياتك، بني ادم طماع. استحملت كل ده ليه يا دنيا؟ استحملت كل ده ليه؟ عشان خاطر محمود جه الدنيا، مش عايزه ابهدله معايا، مش عايزه ان انا في يوم من الايام اقف قصاد باباه في المحكمه. بس خلاص انت جبتي اخرك، لما يجي الاذى في ابوك وامك واخواتك انت خلاص فاض بيكي، احنا تأذينا منه اكتر من 1,000,000 مره. طبعا ما تشافش غير الواقعه الاخيره، ما تشافش هو ضربني بالسنجه قبلها، وكان ساحني في الشارع، كنت حامل وابني اتفرفت في بطني، مش سقطت، ده نازل فرافيت، فرفت في بطني من كتر الضرب. طبعا كل ده ما تشافش، تشاف الواقع الأخيرة بس. ايه السبب؟ سبب التيك توك. لا راجل شهم بأمانة، طلعت وقلت تيك توك ومش تيك توك، وطلعت تسوق وتشهر بمراتك انت وصحابك. لا هو راجل صح شاطر. ليه كل ده يا دنيا؟ كل ده عشان قلت انا عايزة حاجتي وعايزة ابني، كل ده عشان طلبت حاجتي اللي انا ما لحقتش اتهنى بيها. بقالك قد ايه متجوزه يا دنيا؟ قعدت سنه شبه الهدوم، يعني هقول لك نصها جديد، ما لحقتش البس اي حاجه. اتعرفتي عليه ازاي؟ ايمن ساكن في الشارع اللي في وشنا هنا، معديه بنت عمتي ساكنه قدامي، معديه من عند بنت عمتي، شافني كلم حماد بنت عمتي، قال لها في بنوتة نازلة من عندكم أنا عايزة أتقدم لها، فكلمتني في الموضوع، رفضت في الأول، قعدوا يقول لي ده بني آدم كويس، بني آدم جدع، هو بس كان عامل مشكلة في الشارع، وده رد كرامة ورد شرف ليه. طبعا اكتشفت اللي في الآخر، اللي دي كانت بلطجة، كان ضارب ناس بالنار، أيمن يعني ليه في السلاح، كان ضارب ناس بالنار. وطبعا ضحك عليا هو واخواته، لا ده الناس كانت بتتعدى عليا في بيتي، وانا كنت بحافظ على بيتي وعلى عرضي. قولي لي يا دنيا ايه سر انا ضربتها بسبب التيك توك؟ سبب التيك توك نتكلم في الموضوع ده.
هقول لك انا عندي عندي الصفحه بتاعتي دي من 2020، طبعا هو على علم بيها من زمن الزمن، من قبل ما اتجوزه اصلا، وهو عنده صفحه كنا عادي بنبعت لبعض فيديوهات، فيديو عجبه شايره لي، فيديو عجبني اشيره له. ساعه المشكله الاخيره دي، ساعه ما كسر الموتور واتصلت بالشرطه وجري وراه، انا كنت محرره محضر عليه اللي هو جه كسر الموتور وكده. فالفيديو بتاع تكسير الموتور انا نزلته على الصفحة عندي فيديو مثبت، يوم واحد يوم 10/10 او 11 مش فاكرة، يعني هو التواريخ كلها في التليفون، ممكن اعمل لك سكرين للموضوع. فطبعا شاف الفيديو وعرف، والدنيا يعني كبرت عليه. فطبعا اخرج من الموضوع ازاي غير اللي انا اجيبها موضوع شرف؟ ده مراتي بتعمل فيديوهات وتنزلها على التيك توك، وده ما حصلش. انا عمري ما فتحت لايف بوشي، عمري ما نزلت فيديو بوشي، مع اني انا يعني انا مش محجبة، انا شعري وبخرج بشعري ليه لابسه طرحه لما انت مش محجبه يا دنيا؟ عشان هو حريق لي شعري و الجروح اللي في دماغي وكده. بتطالبي بايه يا دنيا؟ بطالب بحقي، انا تعبت من البني ادم ده، بهدلت انا واهلي كتير معايا. طبعا الناس حكمت عليا المره اللي فاتت، ده حط رموش، مش رموش، كانت رموش بتقعد فتره كبيره، وكنت حطاها من قبل الحادثه بفتره، فللاسف يعني قعدت معايا اسبوع تاني بعد الوقت. من بتطالبي ساعتها، بحقك؟ من ساعتها يعني ما حطيتش حاجه في وشي اصلا، وما بحطش ميك اب في وشي اصلا. نفسي حق يرجع، نفسي حق يرجع. أيمن خد سنة على تعدي بالضرب، طبعا دي أقصى العقوبة ممكن تكون في القانون بسبب التعدي بالضرب، لكن هو ما كانتش ضرب، هو كان عايز يقتلني، ودي مش أول وقعة، دي الرابعة الخامسة السادسة. بس طبعا كل مرة ما بتتصورش، هبعتلك صور القواضي كلها برضك عشان تشوف كم المشاكل اللي احنا كنا فيه معاه أيمن. بس مبعرفش حكيت يا انزل دنيا في ان الشارع، هو يعني والدك لما قعدت معاه قال لي ان هو اتعدى عليه بالضرب، ضربه بالسكينة في دماغه هنا وكسر لنا شاشة 65 بوصة، ليه؟ عشان كان عايز يرجعني وانا رفضت، وبابايا هو قال كان لي مش بيحبك؟ هديهولك. طب بيحبك؟ طيب طمع اللي هو يطلق ويدفع مؤخر ويرجع لي حاجتي تاني، لا هو عايز الحاجة، طمعان في الحاجة، كل حاجة هتروح منه، لا يا ترجع غصب عنها، يا هقتلها، هقتلها هي واهلها. والفجر انا بقول لك ايمن، يعني اللي اكتشفته بعد كده بعد الجواز ما كانش رد كرامة زي ما كان بيقولوا، كانت بلطجة، ومش احنا اول ناس عمل معانا كده. اهله رد فعلهم ايه؟ هو ما عندوش اهل، ازاي؟ يعني والدته متوفية، والده متوفي، اخواته بيترعبوا منه، ف ما عندوش كبير. لما نزلت المحكمة وشفت وشه، طبعا اي حد لو عامل مصيبة بيبقى قاعد ندمان، هو باصص على الضحية بتاعته وندمان، لا ده واقف ورا الحديد بيعمل لي كده. طبعا هو كان جاي من الاسم، شكله كان حب يبلطج على حد جوه، قعدوا يضربوه، عينيه مزرقة من تحت ووشه كله كدمات، حب يبلطج على حد جوه اتضرب. بتطالبي بإيه دنيا؟ والله بطالب ان الناس يعني ترحمني شوية من كلامها، انا بني ادم عادي عندي بتواجهي ايه صفحه. على الفيسبوك يا بنتي؟ طبعا بعض الكلام اللي بيتقال، لا شاطر، جدع، راجل كويس اللي هو عمل كده، الناس مش عارفه الحقيقه. اي بني ادم عنده فيسبوك، عنده صفحاته، بس ايه اللي هو بينشر عليه، ايه اللي هو بينشر عليه. انا عندي صفحه على تيك توك وقلتها قدام النيابه وقلتها قدام المحكمه، بس انا صفحتي صفحة عادية خالص، ما عليهاش غير فيديوهات ضحك، عمري ما شايرت فيديو لنفسي.
يا عمري. ادي الفيديو بتاع تكسير الموتور بتاعنا. طبعا منزلاه من يوم 1/10، يعني من قبل الواقع. ماشي، صفحتي ولا عمري ولا عمري شيرت عليها فيديو لنفسي، ولا عمري. كلها توجهي له كلمة، تقولي له ايه دنيا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دمرني نفسيا بمعنى الكلمة. انا ما بقيتش عارفة انزل الشارع، مش عارفة اواجه الناس. يعني انت مظلومة وكمان طالعة، هقولك ايه؟ مسوقة سمعتك، مطلعك بأفضل المناظر قدام الناس. لا دي واحدة قلة الأدب، لا ده من الستات اللي بتطلعوا ويقولوا كلام عشان ينزل لهم دعم. انا عمري ما فتحت اللي انا عشان ينزل لي دعم، ولا بفتح ولا بنزل حاجة. انا يا جماعة على فكرة، انا محدش شاف وشي قبل كده. انا عمري ما طلعت غير في خلال بس المشكلة دي اللي حد شاف زي ما وشي. حضراتكم شايفين معانا كده انهيار دنيا بعد وقعت الاعتداء عليها من زوجها. بنزل وبمشي في الشارع شكرا لكم مرتاحة، مشاهدينا المصرية من كل مكان. ما بقتش عارفة انزل.